بسم الله الرحمن الرحيم. خالد سليمان احمد السيد جلال، مركز ومدينه المطار القهليه من ذوي الاحتياجات الخاصه طبقا لقانون 10 عام 2018 الذي يضمن حقوق فئه ذوي الاحتياجات الخاصه دمهم في المجتمع وسياسيا. انا الان بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة القادمة إن شاء الله رئيسا لجمهورية مصر العربية، لأنه أنقذ مصر من أيدي الإرهاب وعمل لنا مشاريع قومية مثل تطوير البحيرات الشمالية. والحمد لله رب العالمين مركز ومدينة المطرية نبهة تطوير بحيرة المنزلة، وبسم الله ما شاء الله الصياد النهاردة بيصطاد من أنواع السمك المختلفة، وبسم الله ما شاء الله. وطبعا ذوي الاحتياجات الخاصة تعمل لهم معاش تكافل وكرامة، طبعا بيحصلوا على معاش النهاردة حاجة ما كانتش بتحصل قبل كده، حتى كان في الأحلام فقط لا غير. وطبعا حياة كريمة دخلت مركز ومدينة المطرية مثل قرية ولاد صبور، تعمل واحدة صحية وتعمل بسم الله ما شاء الله مركز شباب العصفرة، حاجة مشاريع قومية جدا. والمفروض الناس اللي بتسافرش تطلع برا وتشوف المدن الجديدة زي العاصمة الإدارية، زي المنصورة الجديدة، زي الطريق الجديد بتاع البحيرة بتاع الحزام الأمن للبحيرة، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. احنا النهاردة بنروح بورسعيد في 10 دقايق، واحنا كلنا معاك يا ريس، وتحيا مصر وتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.